السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في إطار وحدة التأليف الموسيقي تعرفنا سابقا عن نوعين من التأليف الموسيقي، وهما قالب الروندو وتيم اي فاغياسيون، يعني الفكرة الموسيقية وتنويعها. لكن هذه الفكرة أو قالب روندو أو أي موسيقى وأي تأليف موسيقي فهو يعتمد على العلامات الموسيقية. درسنا سابقا أشكال العلامات المعروفة بالسوداء، البيضاء، المستديرة، أحادية السن، ولكن لنستعمل في التأليف الموسيقي شكل جديد سنتعرف عليه اليوم في هذا الدرس. أول شيء نستمع إلى المقطع التالي ونقوم بعد عدد النبضات في كل جمعة، عفوا في كل جملة إيقاعية. The avocado and the sh. So the avocado, avocado, has four sounds in it, has four syllables. Avocado. So in the same space that we would sing beet, now we're going to sing avocado. All right, so let's try it one time. We'll do beet. إذن استمعنا إلى الجملة الأولى beat beat avocado beat. كم عدد النبضات الإجمالي؟ سوف أعيد beat beat avocado beat. نعم، عدد النبضات الإجمالي هو 4 نبضات. نستمع إلى الجملة الثانية avocado avocado beat beat avocado avocado beat beat. الجملة الثانية avocado avocado beat beat. سوف أعيد avocado avocado beat beat. نعم، عدد النبضات الإجمالي كذلك 4، وبالتالي فإننا نستنتج أن كلمة beat فيها نبضة واحدة وكلمة avocado فيها كذلك نبضة واحدة. إذن إن كانت كلمة بيت فيها نبضة واحدة وكلمة أفوكادو فيها نبضة واحدة، إذن فإن بيت وأفوكادو متقايستين من حيث عدد النبضات. الآن لدينا كلمة بيت نبضة واحدة فقط وكلمة واحدة فقط، إذن فما هي العلامة الموسيقية التي درسنا سابقا تعوضها؟ أكيد سوف تكون علامة السوداء لانواغ، لأن فيها نبضة واحدة في كلمة واحدة. أما الآن نلاحظ أن كلمة أفوكادو فهي مقسمة إلى 4 مقاطع. أفوكادو أفوكادو 1 2 3 4 أفوكادو. إذن كلمة أفوكادو فيها نبضة واحدة، وهذه الكلمة تتكون من 4 مقاطع. إذن فكل مقطع كم سيكون مقياسه بالنسبة للنبض؟ نعم، مقياسه سيكون ربع نبضة. لدينا هنا أ ربع، فو ربع، كا ربع، تو ربع. إذن المجموع نبضة واحدة في كلمة أفوكادو، يرمز إلى ربع نبضة بالرمز هكذا، وتسمى ثنائية السن بالفرنسية لا دوبل كروش، أي كانت كأحادية سن ولكنها صارت الآن بسنين. خلاص تكتب ثنائية السن بطريقتين، بسنين إذا كانت منفصلة هكذا، وبعارضتين إذا كانت متصلة 4 دوبل كروش، يعني 4 من ثنائية السن منفصلة تساوي 4 من ثنائية السن متصلة، لها نفس المعنى طبعا لأنها مجموعة في نبضة واحدة كما درسنا سابقا. فإن أحادية السن كانت 2 من أحادية السن تساوي 2 من أحادية السن بعارضة واحدة. الآن لدينا عارضتين لأنها ثنائية السن. الآن سوف نعيد قراءة التمرين الأول بأشكال علامات المناسبة. إذن كما لاحظنا بيت سوداء بيت سوداء، أفوكادو فهي 4 من ثنائية السن في نبضة واحدة، وبيت سوداء في نبضة واحدة، لكن سنعوض بيت بنوار وأفوكادو بكلمة دوبل كروش، أي كذلك 4 دوبل كروش. نبدأ بالقراءة noir noir double crochet noir noir noir
double croche noir. الآن نعيدها لكلمة avocado. Avocado beet beet. نعم سوف نقرأها double croche noir noir. جيد. والآن سوف نجمع بعض العلامات التي درسنا اليوم من بعض العلامات التي درسنا سابقا والتي لدينا في رصيدنا المعرفي. إذن نعوض الأشكال الأخرى بعلامات مدروسة سابقا. نستمع. So that's why we have the shh bell. So today we're playing sweet beets using beet, cherry, avocado, shh. Let's try. Beet, cherry, avocado, shh. إذا نلاحظ beet سوداء. Cherry بما أن كلمتين في نبضة واحدة إذا لدينا أحادية سين أي كل كلمة فيها نصف نبضة. Cherry. Avocado كل كلمة ربع نبضة أي أربعة من ثنائية السين. وش فإنها تعني الزفرة. سوف نقوم بها لكن مع عمل نبضة الزفرة نبضة صمتية. ونعوض beat ب noir, cherry ب croche, avocado ب double croche, وش ب نبضة صامتة. 1 2 noir croche double croche. أعيد. Noir croche double croche. أحسنتم. So that's why we have. الآن سوف نحاول مسيرة الفيديو مع الإيقاع المطلوب. تاب كلاب تاب كلاب. Noir, noir, croche, noir. Croche, croche, noir, noir. Noir, noir, croche, noir. Double croche, double croche, noir, noir. إذن أظن أننا فهمنا أحادية سين وثنائية سين والفرق ما بينهما. الآن انطلاقا من الفيديو التالي نستمع جيدا ونستنتج العلامة الصمتية المقابلة لثنائية السن. نحن نعرف سابقا أن العلامة المقابلة للمستديرة كانت هي البرهة، وللبيضاء نصف البرهة، وللسوداء كانت الزفرة. الآن نستمع لاستخراج العلامة المقابلة لثنائية السن. Tu entends ça? De quoi? Le métronome. Le métronome? Qu'est-ce que c'est? Le métronome est un appareil qui s'utilise pour indiquer le temps dans la musique et permettre de maintenir un rythme constant au moment de faire de la musique. Que c'est cool! En sachant ça, nous allons pouvoir monter un groupe de rock? Allons-y par étapes. Premièrement, nous devons apprendre les figures musicales. Aujourd'hui, je t'expliquerai ce que sont les noix, la croche et la double croche. Chacune de ces notes a ses silences respectifs. Ça, c'est la noire, et son son dure un temps. Entre le tic et le tac du métronome, on peut jouer une noire. Et comment on fait ? La première chose dont on a besoin sera d'un instrument pour produire le son de la noire. On essaie avec une guitare électrique ? Regarde comme je vais à la mesure du métronome. C'est cool. Une question, et quand rien ne sonne, pourquoi il y a cette note?
c'est le silence de la noix. Dans la musique, les silences sont aussi importants que les sons. Et ils ont aussi leur durée. On essaye une autre fois ? Qu'est-ce que tu as pensé de la noire et de son silence ? Maintenant, je vais t'expliquer l'accroche. Regarde, ça c'est l'accroche. C'est comme la noire, mais celle-ci a un crochet. Et quelle est la différence ? Une croche dure la moitié d'une noire, c'est-à-dire une noire fait... deux croches ! C'est ça ! Quand deux croches apparaissent ensemble, aussi on peut les représenter de cette manière. Écoutons-le avec ma guitare. Donc la figure qu'il y a là-bas, quand rien ne sonne, c'est un silence de croche, pas vrai ? C'est bien ça, l'ami. Et celle-ci, c'est la double croche qui équivaut à la moitié d'une croche. Et si on additionne 4 doubles croches, elles dureront comme une noire. La forme de la double croche est comme la croche, mais avec un autre crochet. Elle dure peu de temps, non ? Oui, très peu. Sois attentive, je vais aussi faire le silence de double croche. Je comprends. Et je vois que le silence de double croche est comme celui de la croche, mais avec un autre crochet. C'est ça. Tu as tout compris ? Oui, la noire dure un temps et son silence aussi. La croche dure un demi-temps et son silence de croche aussi. La double croche dure un quart de temps et son silence aussi. Génial ! Bien joué ! إذن كخلاصة فالعلامة الصمتية المقابلة لثنائية سين هي رباع الزفرة وتكتب بالشكل التالي لدينا هنا بسينين. الآن سوف نمر إلى تمرين تطبيقي. سوف نقوم بمسايرة الإيقاعات التالية مرتين في كل مقطع. كما نلاحظ هنا لدينا علامة إعادة التي تعرفنا عليها سابقا، إذن فكل مقطع سيعاد مرتين لكن مع تسمية أحادية السين دو كروش والسوداء نوار وأربع من ثنائية السين كاتر دو بلو سوداء نوار. أعيد دو كروش نوار كاتر دو بلو نوار. إذن أربع من ثنائية سين 4 دوبل و أحادية سين 2 كروش. نستمع الآن. سوف نقوم بقراءة مع النبض وتسمية كل علامة أو كل شكل موسيقي. دو كروش نوار 4 دوبل نوار دو كروش نوار 4 doubles noirs, 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 2 croches noirs, 4 doubles noirs, 2 croches noirs, 2 croches, 2 croches, 4 doubles noirs, 2 croches, 2 croches, 4 doubles noirs, 4 doubles, 4 doubles, 2 croches noirs. 4 doubles, 4 doubles, 2 croches noires, noir, noir. 4 doubles noirs, noir, noir. 4 doubles noirs. والمطلوب منكم إعادة التمرين لوحدكم وكذلك محاولة كتابة أسطر إيقاعية اختيارية ومحاولة قراءتها مع أي تسمية تريدون. فليس من المفروض دو كروش أو كوتر دوبل أي تسمية، فهي تعتبر صحيحة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا اليوم، تعرفتم عن شكلنا الجديد ثنائية السين، لنستفها إن شاء الله نحاول توظيفه في الحصص القادمة كذلك في مختلف الدروس، ولتحاولوا تطبيقه في قطع موسيقية من اختياركم أو أسطر إيقاعية مع القيام بمجموعة من التعديلات عليها، أي تقومون بالسطر الذي يعتبر التام واختراع ما يسمى بلي لي فارياسيون أو
كذلك تحاولون تأليف على بنية قالب الروندو مجموعة من الأسطر الإيقاعية، أو تقومون بمسيرة أغنية معينة بإيقاعات مختلفة. إلى هنا ينتهي درسنا، وإلى الحصة المقبلة.